دلوقتي الموبايلات الناس بتشتري فيها موبايلات في مصر هي الفئه الاقل من 3000 جنيه، وتقريبا مش بيعدي يوم غير لما يجي لي سؤال منكم ايه افضل موبايل ممكن اشتريه في الفئه دي. طيب شويه تركيز كده معايا عشان هم 12 موبايل هنتكلم عنهم في خلال الفئه دي، فهيا بينا على طول نبدا في احسن موبايلات ممكن تشتريها في نص 2018 تحت 3000 جنيه. قبل ندخل في اول موبايل خليني اقول لكم ان في الفئه دي للاسف مفيش موبايل كامل من كل النواحي، يعني مفيش موبايل بطاريه وكاميرا واداء وتصميم وكل مفيش. في كل المباريات اللي هقولها هتلاقي موبايل فيه كل حاجه، ولكن دايما هتلاقي موبايل ده ناقصه حاجه او حاجتين. ده طبعا في موبايلات تانية ناقصها 5 6 حاجات مش هنتكلم عنها، احنا هنتكلم عن الموبايلات اللي شبه كامله تحت 3000 جنيه. ونبداها مع الموتو جي 5. الموبايل ده قديم واه عدى عليه سنه واه بتصميم قديم للشاشه 16 الى 9 ومش بالابعاد الجديده والبيزل تخين، ولكن هنا انت بتاخد بروسيسور سناب دراجون 430 في سعر 1777 جنيه. الموبايل ده فئه سعره مفيش موبايل اسرع منه كاداء. كاميرات الموتو جي 5 كويسه، كاميرا 13 ميجا بكسل خلفيه و5 ميجا بكسل اماميه وبتطلع لك صور معقوله، ولكن مره ثانيه انت لما تشتري الموتو جي 5 انت بتشتريه عشان اداء ب 1777 جنيه. نقلنا شويه في السعر ونروح ل 1800 جنيه وهيكون احسن موبايل هو الشاومي ريدمي 5A. هنا نتكلم برضو عن اداء ممتاز جدا للشاومي ريدمي 5A. الاداء ابطا سنه عشان بروسيسور هو سناب دراجون 425 بدل 430 موجود في الموتو جي 5، ولكن هنا المميز في ريدمي 5A هو البطاريه 4100 ملي امبير اور، ودي تقريبا اكبر بطاريه احنا هنتكلم عنها في خلال كل الفئه اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. ده اكبر بطاريه تحت 3000 جنيه هو في الريدمي 5A. عيوب الشاومي ريدمي 5A الكاميرا الاماميه بتاعته سيئه والكاميرا الخلفيه بتاعته معقوله لوحشه، فشاومي ريدمي 5A ككاميرات ابعد عنه تماما، ولكن كاداء وبطاريه هو افضل موبايل. ونقرا شويه في السعر ونوصل ل 2400 جنيه ونروح للاونر 7A وال 7C بفرق صغير في السعر عن الاونر 7A لل 7C. الاونر 7A بسعر 2400 جنيه بكاميرا خلفيه 13 ميجا بكسل تعتبر من احلى الكاميرات في الفئه دي، بعيدا عن الموبايل كده هنتكلم عليه كمان شويه هو ده احسن كاميرا فعلا، وكاميرا اماميه 8 ميجا بكسل بتطلع صور برده شارب وحلوه جدا. اللي يميز الاونر 7A هو اداء الموبايل يعتبر سريع لان المعالج هنا هو سناب دراجون 430، والسوفت وير بيجا الموبايل هو الايموشن يو اي بتاع هواوي 8.1. الايموشن يو اي ده فيه فيتشرز كتير جدا، اهمها في الفئه دي هي ميزه الفيس انلوك. انت هنا بتاخد ميزه الفيس انلوك في موبايل ب 2400 جنيه، وده الموبايل الوحيد اللي بيدعم الميزه دي. للاسف يا جماعه هنا الموبايل بيجي ب 2 جيجا رام و16 جيجا مساحه تخزين، ولكن لو عايز تعلى شويه في السعر وتعلى شويه في الامكانيات تروح ل 7C عندك 3 جيجا رام و32 جيجا مساحه تخزين بالاضافه لكاميرتين في الخلف، لكن فرق السعر هنا كبير شويه لان الاونر 7C ب 3100 جنيه بينما الاونر 7A ب 2400 جنيه بس. انا كنت عملت فيديو مفصل يا جماعه عن الاربع موبايلات الاونر اللي نزلتهم في مصر، ال 7A ال 7C ال 9 لايت وال 7X. لو عايز تعرف معلومات اكتر عن الفيديو ده هتلاقي الاي فوق على اللينك. ده طبعا بالاضافه ان معظم الوقت اللي بتكلم عنها في خلال الفيديو ده هتلاقي فيها ريفيوهات تفصيليه، هتلاقي كل لينكات الفيديوز وكل حاجه هتلاقيها في وصف الفيديو. ب 2400 جنيه بنشوف برضو اول موبايل من شاومي هو الشاومي ريدمي 5. شاومي ريدمي 5 الشاشه بالابعاد الجديده 18 الى 9 وريزولوشن شاشه للاسف هو اتش دي بلس مش فول اتش دي بلس، وبرده مع الاسف هو 2 جيجا رام و16 جيجا مساحه تخزين. انا مش بنصح بريدمي 5 نسخه ال 2 جيجا و16 جيجا مساحه تخزين، انا بنصح قوي بالريدمي 5 بلس او الريدمي 5 النسخه ال 3 جيجا و32 جيجا مساحه تخزين. الريدمي 5 نسخه ال 32 جيجا مميز في حاجات كتيره جدا، اهمها الاداء بتاع الموبايل سريع جدا ان الموبايل بيجي بروسيسور قوي هو سناب دراجون 430. لو رحت الريدمي 5 بلس فانت بتتكلم عن بروسيسور سناب دراجون 625، برضه تصميم ريدمي 5 و5 بلس تصميم ممتاز جدا، ولكن مع الاسف العيب القاتل في موبايلات شاومي للريدمي 5 هو الكاميرا الاماميه بتاعتهم سيئه جدا، وكمان الكاميرا الخلفيه معقوله ولكن برضه مش الكاميرا المرضيه تماما عن الموبايلات اللي لسه هنتكلم عنها كمان. انا عارف يا جماعه انا ممكن اكون لخبطتكم شويه، ولكن استنى كده لغايه اخر الفيديو هلخص لك كل الموبايلات اللي اتقالت دي في احسن موبايل بالنسبه للكاميرا، احسن موبايل بالنسبه للاداء، احسن موبايل عامه من وجهه نظري ممكن تشتريه فيها. فكمل كده لغايه اخر الفيديو وان شاء الله كده لو في لسه اسئله ابقى اكتب في الكومنتس تحت
واحاول ارد عليه. الموبايل اللي هنتكلم عنه دلوقتي، الموبايل ده ممتاز في كل حاجه خرافيه في الموبايل، سعر الموبايل تحفه، كاميرا الموبايل ده هي الافضل في الفئه دي وفئات اعلى، وكمان في تصوير 4K في الكاميرا الخلفيه في فئه ال 3000 جنيه دي حاجه تحفه. لكن العيب القاتل في الموبايل ده ان ابعاد الشاشه بتاعته ما زالت بالابعاد القديمه وهي 16 الى 9، وهو الميزو ام 6 نوت. نسختين، نسخة ال 3 جيجا رام و 32 جيجا مساحة تخزين، نسخة ال 4 و 64. ال 3 32 بيجي بسعر 2900 جنيه، وال 4 64 بيجي بسعر 3500 جنيه. وفي السعر ده انت بتاخد افضل كاميرا في الفئة دي بلا منازع، بتاخد افضل اداء موبايل بلا منازع. خامات التصنيع بتاعت الموبايل حلوة، ولكن تصميم واجهة الجهاز في الشاشة هو ده المشكلة اللي مخلياني مش قادر اقول على الموبايل ده هو احسن موبايل في الفئة، وهو ان الشاشه 16 الى 9 زي ما قلت لكم بالابعاد القديمه، وفي بيزل تخين تحت وبيزل تخين فوق. بصراحه حاجه تضايق ان موبايل بالسعر الخرافه ده وكل امكانيات التحفه والسرعه وكل حاجه، ولكن في شيء منعك انك تشتري. انا كيوسف مش هروح الموبايل ده عشان هو شكله قديم جدا، ولكن لو انت شخص تهتم قوي بالموبايل وامكانيات الموبايل والصور وغيرها من الحاجات، ولكن مش فارقه معاك قوي الديزاين بتاع الموبايل والشاشه، روح الموبايل ده بلا اي منازع. اخر موبايلين هنتكلم فيها دي هما الانفينكس اس 3 والهواوي واي 7 برايم 2018. والواوي واي 7 برايم 2018 موبايلين دول ممتازين جدا في فئه سعر 3000 جنيه تقريبا او 3100 جنيه. وبصراحه انا متوجه اكتر لموبايل انفينكس اس 3 كموبايل عامه كل حاجه فيه كويسه، ما عدا الكاميرا فيه مش حلوه بالمقارنه بالهواوي واي 7 برايم 2018. الكاميرا الموبايل ده هي تعتبر احسن شويه من الانفينكس اس. طيب انا عارف ان انا لخبطتكم وقلت لكم موبايلات كتيره جدا في الفئه دي، خلينا نلخص ونقول احسن كاميرا في الفئه دي هو الميزو ام 6 نوت. احسن اداء في الفئه دي هما موبايلين، في الفئه ال 1800 جنيه القليل قوي هو الموتو جي 5، هتعلى شويه لل 3000 جنيه هيكون هو الريدمي 5 نسخه ال 32 جيجا و 3 جيجا بايت رام. افضل تصميم وجوده للموبايل هيكون هو الشاومي ريدمي 5 عشان بيجي بالابعاد الجديده كشاشه، وظهر الموبايل مصنوع من المعدن وهتحسه في ايدك موبايل بريميوم كده وحاجه مش رخيصه. طيب ايه افضل موبايل هقدر ارشحه لاي حد عايز يشتري موبايل الفئه دي؟ ويكون شاومي ريدمي 5 بلس نسخة ال 32 جيجا و 3 جيجا بايت رام بسعر 3200 جنيه. شاومي ريدمي 5 بلس مميز في كل حاجة زي ما قلنا، ما عدا الكاميرا الأمامية بتاعته كاميرا سيئة جدا، والكاميرا الخلفية بتاعته كاميرا معقولة، ولكن بعيدا عن الكاميرات الموبايل ده كأداء ممتاز جدا، سناب دراجون 625، تصميم معدني جذاب، شاشة 6 بوصة بالأبعاد الجيدة 18 إلى 9 وفول اتش دي بلس. وهقدر بكل سهولة لو حد جه سألني إيه أفضل موبايل الفئة دي هيكون هو الشاومي ريدمي 5 بلس 32 جيجا و 3 جيجا بايت. أتمنى الفيديو يكون ساعدكم انكم تشتروا افضل موبايل من وجهه نظركم، اتاكدوا انكم تعملوا شير للفيديو، وعايزين تشوفوا افضل موبايلات تحت ال 6000 جنيه انا عملت فيديو تاني اتكلمت عليه بالتفصيل عن الموبايلات دي هتلاقيه في الايفون على اليمين. ومره تانية يا جماعه كل الموبايلات اللي اتكلمت عنها في الفيديو هتلاقي مراجعات تفصيليه ليها في وصف الفيديو، هتلاقي لينكات الشراء بتاعتها في وصف الفيديو، فتاكد تشوف المراجعه قبل ما تشتري موبايل عشان عارف الموبايل تشوف الريفيو بتاعته، وبعد كده تبقى تشتري بقى باللينك اللي هيكون في وصف الفيديو عشان تدعمني لما تيجي تشتري. شكرا شفت الفيديو، اتاكد انك تدوس لايك وتشترك في القناه اول ما تشوفني. اشوفكم في الفيديو اللي جاي.